انا مسلم حقيقه مش مجازي. الله اكبر، اللهم لك الحمد. إيه. انت صليت الفجر اليوم يا عثمان؟ نعم صليت. اللهم لك الحمد. ليش انا لازم اصلي؟ نعم. لان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام: ارايتم لو ان النهر ببعض احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درن شيء؟ قالوا: لا يبقى من درن شيء. قال: كذلك مثل صلوات الخمس يمحو الله بهن خطايا. وثاني صلى الله عليه وسلم يقول: اول يحاسب يوم القيامه هي الصلاه. الله اكبر. وبعض نفرات يحشر يوم القيامه بسوره الخنازير. اعوذ بالله. ليش؟ فينادي منادي من قبل الرحمن: هل هؤلاء الذين يتهاونون بالصلوات؟ يتهاونون. ها يتهاونون. يتهاونون. انكم سالني. وهذا جزاؤهم ومصيرهم الى النار. نسال الله العافيه.